بما ان الجو حلو جذبنا اليوم الابراج عشان تروحون مروقين وعارفين بالضبط شنو الصوت اللي ممكن تقولوا تسوونه اليوم، لان اليوم الابراج عن كل صوت وكل برج شنو يمثل من هالصوت. جميل، مستعد اقول لك شنو صوتك واسرع شنو صوتك ويوسف شنو صوتكم؟ مستعدين؟ ها انا جاهز. وش في صوتك؟ ما في صوتي اي شيء. حلوين. والله صوتي فيه كل شيء. نعدل الصوت بعد شوي. الابراج والصوت اللي يمثلها دائما الحمل هو اول الابراج اللي نتكلم عنها فيما يخص الابراج. تخيلوا ان الحمل انتم الصوت اللي يمثلكم الصراخ. بلشين عالي الحمل. عالي يعني بلشين بمود عالي. ايش فيك ودك تصرخين اسراء اليوم؟ واضح. لا كلش. تأيدينها؟ من يقول؟ من يقول؟ كلش من يقول؟ برج الثور انت العكس تماما. انت الحمل الصراخ فانت عندك السكون. أوخ. هدوء. أوكي. خرمس. الجوزاء موسيقى، ولكن مو اي موسيقى، لازم تكون موسيقى عاليه جدا. يعني الناس اللي تشوفهم بسياره اللي قاعد يغني بصوت عالي. ايه؟ هو هذا الجوزائي. غلطه في حياتي. ايوه. اذا سمعت احد يليه هذا جوزائي. 100%. اني حقك يا يوسف وكل برج السرطان الصوت اللي يمثلكم هو الهمس. تحبون الهمس؟ تدرون شو اتنرفز من الهمس؟ انا اوف ينرفزني، مو بشكل يخليني تبي تجنني اربطني واهمس باذني. عرفنا خلاص. عرفنا الدقه شنو راح تكون. لا الا اسد يا اسد، الصوت اللي يمثلك انت واللي تحبه، وانا صراحه صفق لك صوت المطر. منو ما يحب المطر؟ يا سلام. الله. العذرة. العذرة. العذرة صوت البيانو. يا سلام. ما يصير احول برجي اسوي العذرة؟ لا ما يصير. ها صوت البيانو هو الصوت اللي يمثل برج العذراء. حلو. ويا زين ما اختار من الصوت. احتريت حتى انا احتريت. أيوه. ميزاني يا ميزاني، صوت اللي يمثلكم في هذه الفترة بالذات هو صوت الضمير. اسمع ضميرك لان كل شيء قاعد يقول لك اياه الحين ترى هو صح، فاسمع احسن. ميزان شال حكي هذا. ميزان صوت الضمير. يلا يا زين الموضوع. عقرب يا عقرب، يا برج العقرب، يا شهر العقرب، سبحان الله اخترنا لكم شيء قوي، صوت الرعد. انت هذا اللي يوزلك. شخصياتهم. شخصياتهم. يبون كل ما يبون شيء كذي عادي يمشي برواء، لا لازم شيء فيه حركات ورعب. صح. والقوس الصوت اللي يفضله أو يمثله هو صوت الضحك. يفوزون. اي انا القوس انا. تلوموني فيهم؟ بس لا 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 يون نفس الضحكات اللي قاعد يطلعون بالبرامج هذول اللي قنيق 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 قنيق. لا اتوقع صوت ضحكه حلوه هذا وايد يطلع على الانستغرام قنيق قنيق قنيق. بس انه ما احس انه يا اخي صدق، احس اغلب اللي يسوون الضحكات الغريبه بالبرامج احس فيكت يعني ما ادري محبطين يعني مو حلوه السالفه. واحد قال لك فيكت اتشي ووضعك. نروح حق البرج الجميل، البرج العسل، البرج المشميلة واللي ما في آخر حبة في الدنيا، أحلى برج في الحياة كلها. مزوان مع طريقة مقدمة حق برجنا برج الجدي. برافو. ما أدري ليش أنت قصدتنا، أنا ما يازلي كلش اللي أنت قاعد تقولينه يا أسراء، لكن صوت القطار ليش مو صوت الطيارة مثلا؟ شكرا شكرا. حبون تسكرون التليفون ويهو الناس. أي صح. هذا صح. تسمع صوت القطار؟ ما اسمع. ايوه تو 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 تو. اوكي ات ميك سنس. عيل حلو. الدل والدل والدل والدل. ويقول صوت العصافير هو صوت صفير البلبلي هيج قلبي. ها بالضبط. هذا هو هني يمشي معاه، يحب صوت العصافير. اما نهايه مع الحوت فلانك حوت اكيد، يعني وين بيروح؟ وين بتروح؟ اجمل صوت بالنسبه لك هو صوت البحر. يا زين البحر وموج البحر. يا سلام. هذا وقت الحين حبينا الفقرة هذه. ثبتوها يا زتلي. ليش هي مو مثبتة يعني؟ لا جديدة وأنا من زمان والله مقصرين حقهم الأبراج.